مرحبا واهلا وسهلا والسلام للجميع. اليوم نحكي عن شغله للقادمين الجدد اسمها settlement agencies او الجمعيات التي تساعد القادمين الجدد. خليكم معنا بعد الفاصل. هذا الفيديو برعاية مكتب عمرو لخدمات الهجرة. مكتب عمرو لخدمات الهجرة مرخص من قبل الحكومة الكندية ومختصون بجميع قضايا الهجرة والزيارات إلى كندا. طبعا هاي الجمعيات موجودة بكثرة في كل الأماكن اللي بيجد فيها قادمين جدد، وهذه الجمعيات هدفها إنه تساعد القادمين الجدد في كل إشي بده إياه، منها تعبئة الأوراق، إيجاد الأماكن اللي ممكن يروح عليها، مساعدته في أي معلومات بده إياها، مساعدته بمعلومات عن المدارس، كيف إنه يتقدم لأي شغلة. برضو بيساعدوك في موضوع السي في والتحضير للانترفيو. هذول الشغلات مهمة جدا، انك تعرف كيف تحضر حالك للانترفيو، شو لازم تلبس. يعني هون في كندا مثلا الرجل لازم يلبس سوت اسود وخميص ابيض اذا رايح على انترفيو، مش شرط انه ربطة عنق، بس يفضل انها تكون ربطة عنق يا حمراء يا سوداء. يعني هذا اتيكيت الانترفيو. هلا المرأة ما في عندها ريستريكشن، بس يفضل انه يكون نفس اللون الابيض والأسود أسود، ويكون مستر الموضوع، يعني مغلق اليدين والقدمين، يعني أقل من الركبة، هذا المفضل. طبعا ما في restriction again، بس كتابة السي في شيء مهم. كتابة في عنا شغلة في كندا اسمها الكفر لترز، اللي هي السي في تبعتك، هي السي في عن حياتك، بس كيف الكفر لتر بتشرح انك انت مؤهل لهذا العمل. فهاي الشغلات بيساعدوك كتير فيها settlement agencies. في كتير settlement agencies موجودة، هاي مدعومة من قبل الحكومة، فانت ما بتدفع ولا فلس على المساعدات اللي بعطوك اياها. حتى بعطوك في بعض الاماكن، يعني عندنا هون مثلا الاوتوا تشاينيز كوميونيتي سيرفيسز، اللي هم ما شاء الله يعني عندهم اعمال ضخمة في دعم القادمين الجدد، بيعملوا حتى تريننج على essential works، يعني شغلات مثلا في الاي تي والتصميم والهاي، وهذا اذا بتاخذ هالشهادة بتساعدك دايركت، انك لانه هم عندهم زي كوميونيكيشن مع شركات بيساعدوك على ايجاد عمل. فالموضوع مهم جدا انك تروح وتتواصل معهم. يعني هذه مش خدمة، هم بياخذوا بتقاضوا رواتبهم من الحكومة وبيساعدوك اكيد في انك تسوي. في انه هون الكاثوليك سنتر، في الصومالي سنتر، هدول بحكي عنك في اوتوا. عشان هيك اذا انت مش موجود في اوتوا بديش احكي كتير عن ما هو موجود في اوتوا، لانه بيختلف من مدينة لمدينة. دور على السيتلمنت ايجنسيز الموجودة في المدينة اللي انت رايحها، واول شغلة لازم تروحها تزور هاي الايجنسيز، لانه هم راح يعطوك يمكن حتى كتيب بما ستقوم به في كندا. اللي جاي على كندا جديد بيكون ضايع، مش عارف وين يروح شو يسوي، فزيارة أحد هذه المراكز أكيد 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 راح يعطيك دفعة ويساعدك. نراكم في حلقة قادمة، سلام للجميع. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد.